ميساج ولا دواو سلام احنا بعدا نجحنا. كانت هادي اخيب حاجه سمعتها صراحه. السلام عليكم، كي دايرين؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون صحتكم مزيانه. ما عرفتش واش كتسمعوا هذا الصوت العصافيرات، ما عرفتش واش كنبان مزيان ولا حتى كاينه في الطوموبيل. نمسح حتى شويه هذه الكاميرا. حتى شحال ما بقيت جمعت معاكم ياك. بون ما عرفتش هذا شنو تحسبوه. الله يا اخي ان شاء الله عرف شنو هذا الشاش. ما تحسبوش واش تحسبوه فلوغ ولا تحسبوه سميتو يمجمع معاكم ولا بون. هاد الميساج اليوم خاص بالناس اللي غيقراو، اللي كيقراو في بكالوريا ولا اللي غيطلعوا البكالوريا ولا حتى الناس اللي هما في البكالوريا وكيتسناو النتيجه. اول حاجه الناس اللي نجحوا مبروك عليكم، وان شاء الله تكونوا خديتوا هذيك لانوت اللي كنتو كتمنوها، وان شاء الله يكون التوجه ديالكم من مورا الباك يكون صحيح، واختاريتوه بكل عنايه واختاريتوه بكل تفكير. يعني فكرتوا مزيان شنو بغيتوا ديروا، واخا بارفوا تتكون التوجيه في شكل وداكشي اللي بغينا في شكل، مي كيكونوا ناس اخرين كيدخلوا لينا في التوجيه، مثلا والدينا صحابنا غير تابعين الموجه، يعني ماشي شي حاجه اللي ولات جديده في هاد الوقيته هادي، حيت بزاف ديال الناس ولا فيهم هكا، يعني غير كيشوفوا الناس شنو كيديروا كيديروا بحالهم. مي اليوم وحتى الناس اللي خداو الباك مي ما خداوش بنقطه كيف ما بغاو، ماشي مشكل. المهم درتي اللي في جهدك، وعارفه نهار الامتحان تيدوز صعيب، نهار الامتحان كاين اللي كينسى، نهار الامتحان كاين اللي ما كتبان ليهش الورقه، نهار الامتحان كاين اللي غير الا وقف حدا شي واحد كيجي واحد ستريس وتصدق ما داير والو. عادي بالنسبه لي انا، عادي ماشي شي حاجه اللي هي جديده وماشي شي حاجه اللي صعيبه. نقدر نقول لك شي واحد يبقى فيه الحال، لا هو اصلا ما حفظش، الا هو اصلا واخا هذاك ما كيبقى فيه الحال، ما دار حتى شي ادنى مجهود وكان كيتسنى راسو ينجح، سي نورمال ما غاديش ينجح. ماشي واحد دار مجهود ولكن ما كتبش، عندنا ما نديرو. صراحه انا شخصيا فاش كنت كنقرا في الباك كنت كنقرا مزيان، جايبه دي بون نوت في الدوره الاولى والدوره الثانيه، مي ما كانش عندي الريجونال فيه لا نوت مزيانه صراحه، ولكن في الباك كان جاتني واحد كريز ديال الاعصاب وكريز ديال داك القولون العصبي، وفي نفس الوقت كنت كندير انا هذوك النوي بلونش، يعني كنت كنبقى فايقه الليل كامل، وهذاك الشيء نهار الامتحان ما غير كتبتو صافي، يعني ما كيبقاش عندك داك التركيز، وهادو من الاغلاط اللي درتهم، وهادو من الاغلاط اللي تنحاول انا نصححهم التلامذ اللي تنعرفهم دابا ولا التلامذ اللي ديجا خدمت معاهم. سي دوماج هاد العام ما خدمتش مع الباك وما خدمتش مع التاسعه، مي صراحه الله دوزت حتى انا وقيته صعيبه في البكالوريا، وكان اصعب حاجه هي البنات اللي كانوا تيقراو معايا فاش دواو ليا وصيفطوا لي ميساج ولا دواو سلام احنا بعدا نجحنا. كانت هادي اخيب حاجه سمعتها صراحه، زعما فوالا حنا نجحنا وهادي. والحمد لله كنت تسجلت ديك الساعه في ليستيا بالنيفو باك، وكنت تسجلت في داك لا مارين كنت سجلت فيهم هنا بجوج، وصراحه عيطوا لي حيت نجحت وهذا، وبقاو كيعيطوا ليا وقالوا لي تقدري ديري نيفو باك زعما هكايا وبلا ما تقراي الباك. مي قلت لا، علاش هادشي كامل نقرا الباك وصافي. غير قريتو وصدقت بدلت المدرسه عاوتاني، لانه انا من الناس اللي مبدلين المدرسه 700,000 مره. ما عرفتش واش واحد عارف هاد القضيه ولا لا، مي راه غنكون قرات في ازيد من 11 مؤسسه من الابتدائي للباك والله. المهم معليناش، فاش دوزت هذاك العام الثاني في ليكول جديده، ناس جداد، قرايه جديده، شي كيعرف شي انا ما كنعرفش، ولكن كنت انسان كائن اجتماعي
ولكن ما كانش عندي الخاطر بزاف لدرجة انه نكون كائن اجتماعي مرة اخرى، وكان وقعوا عليا بزاف ديال المشاكل ديك الساعة في المدرسة، ولكن ماشي مشكل ماشي مشكل. المهم دوزت عاود ثاني عام اخر، وهاد المرة نجحت فيه وما كانش دايره نفس المجهود اللي درته في العام الاول، يعني عادي. وخديت الباك بباسابل، ما خديتوش بشي نوت زوينه، وكملت القرايه ودرت بزاف ديال الحوايج. وهاد العام كان قرا ماستر، وكانت عندي واحد لا ليست ديال بزاف ديال الحوايج بغيت نديرهم في حياتي، والحمد لله حققتهم بفضل والدية بفضل ماما الله يرحمها، كانت كتعاوني وكانت كتشجعني. ومازال عندي واحد لا ليست اخر كنحاول انني نقادها، وكان الغرض ديالي من كنت صغيرة انه نحاول انني نعاون ماكسيمو ديال الناس قد ما قدرت، والحمد لله الحمد لله تنشوف راسي انني كنحاول انه نعاون. وداكشي علاش قرات الكوتشينغ، وداكشي علاش كنت بغيت نقرا علم الاجتماع. ما هاد العام بغيت نقرا مساعدة اجتماعية، و بارفوا ما غير الا قدرتي تعاون شي واحد بنصيحه ولا شي حاجه هكايا راه مزيان. و اي فوالا، انا بعدا تنشوف انه البكالوريا هي واحد البوابه، والا ما نجحتيش سي با لا فان دو موند، مازال الحياه قدامك، مازال بزاف ديال الحوايج ديرهم. و سي با غاف الناس اللي كانوا معاك ما يبقاوش، سي با غاف الناس اللي كنتي كتعرف هما اول وحدين غيشمتوا فيك، ماشي مشكل. بالعكس دير غير داكشي اللي كيقول لك راسك، ودير غير داكشي اللي انت كتحس براسك فيه مرتاح. وصمتوا لوالديكم، راه دائما ما كيكون عندهم الحق، وحتى الا اختاروا لكم شي توجيه عكس داكشي اللي بغيتو، حاولوا تشرحوا لهم علاش بغيتو ديروا هاد التوجيه علاش باش اختاروا نفس هاد الاختيارات، وخاصكم تكونوا قدها وقدود وتحاولوا ديروا كاع داكشي اللي بغيتوه وتتجتهدوا فيه. الحياه راه فيها بزاف ديال الصعوبات، راه لا تحلو نعم بدون لا. الحياه كتبغيك تقاتل، كتبغيك تكون حاط واحد لوبجيكتيف وتخدم عليه، ماشي تكون غادي عشوائيا لانها هكا كيدوز عليك صعيب. والناس اللي في الباك ولا يلا غيقراو في الباك، راه نتوما عندكم 3 سنين 5 و 6 الباك، كلهم كيفتحوا لك ابواب اخرين من مورا البكالوريا الا اجتهدتي فيهم، حيت كاينين بزاف ديال لي زيكول كيطلبوا لك حتى لا نوت ديالك في 5 شنو كنتي كتجيب. كاين اللي ما عارفش هذا الشيء وكياخذ 5 غير استراحه، وحتى من مورا الباك كاين اللي كيسحب لي صافي راه وصلوا مع شنو. لا 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 لا، مازال ما وصلتيش، مازال لك بزاف ديال الحوايج كيخصك ديرهم من مورا الباك. وان شاء الله ان شاء الله كنتمنى لكم مسيره موفقه في الدراسه، كنتمنى لكم انكم توصلوا لاي حاجه كنتو كتمنوها. وما تنساوش ديروا اللي عليكم، ديروا مجهود وربي كبير غادي ييسر لكم. ومادام عندكم والديكم في الحياه راه مازال غيدعوا معاكم. وشنو اخر بغيت نقول لكم هاد الفكره، الناس اللي غادي يلقاو مشكل في التوجيه ولا باغين يعرفوا بزاف شي مدارس مثلا يقراو فيهم، ولا باغين يديروا اوف بي بي تي كيفاش كيكون فيها الخدمه واخا هما بدلوا هذا العام، بغيتوا تقراو في لافاك شنو خاصكم ديروا، غتلقاو كاع هاد لي فيديو في لاشين ديالي اللي هي هذه شيماء بوتيري، غير رجعوا شوفوهم. سينو شوفوا لي بلاي ليست راه غادي تلقاو فيهم دي فيديو. وغادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم سالمين غانمين ان شاء الله، ونتلاقاكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.